يلا يا شباب كبسوا، كله يكبس يا شباب. ايوه تكبيس، شكرا يا بسنت. يلا كبسوا على المناخير. ايوه كبسوا على المناخير، شكرا يا بسنت، شكرا شكرا لكل الدعم. يلا يا جماعه عاوزين ناخد الدوله، ما ياخدوش مننا الدوله الكحيان دي. يلا عشان نديله كلنا بالشلوت. ولد ولد انت باباك عيب. تعالى سيدوني، اطلع بره سيدوني. يلا يا شباب فين الدعم يا شباب؟ الدعم فين الدعم يا شباب؟ الدوله بتروح، حسبي الله ونعم الوكيل. بص يا حسين، ماشي يا عكاشه، شكرا شكرا ليك يا عكاشه. يلا شباب ورد يا شباب ورد. ايوه ورد 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 ورد. يلا ورد ورد، يلا دبل دبل. يلا يا جماعه يلا حد يدحفلني. ايه اللي انا سمعته ده حقيقي؟ ايوه حقيقي. ازاي بتقول كده؟ مش يمكن في اطفال بتتفرج؟ والاطفال كمان تدحفلني، كبار وصغار كله يجحفلني يا جماعه. انت لو كنت تقول هدرس اللي انا عارف. بعد يا سيدوني بعد. يلا يا جماعه يلا يا جماعه الدوله هتقف. ابو الوفا، كلنا نقول كفو لابو الوفا. هو عمل ايه ابو الوفا ده؟ جحفلني يا سيدوني جحفلني. نزل ايدك وانتوا كلكم بتجحفلوا، بتجحفلوا في بعض. هو يعني ايه جحفلني؟ يعني اداني اسد هديه. هو انت لاقي تاكل يا ابني؟ انت ساكن في عشه. بس يا سيدوني الاسد بياكل 4 كيلو لحمه في اليوم، هتجيب منين؟ هو اسد حقيقي؟ مش انت اللي بتقول؟ اسد هديه في التحدي. شكرا يا ابو الوفا، شكرا. يلا تكبيس يا شباب تكبيس، يسعد قلبك يا ابو الوفا. هو ابو الوفا بيديك هديه ليه؟ هو جوز خالتك؟ لا، ابو الوفا ده من الرعايا، لكن انا وعزوز من الرعاع. ايه يا ابني الفجاجه دي؟ وش كده؟ الصراحه حلوه يا سيدوني. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، يلا يا جماعه الدوله هتروح. هخرب بيتك يا عزوز، هنديك كلنا بالشلوت يا عزوز. يا جماعة يلا حد يديني صندوق. يلا تكبيس تكبيس يا جماعة، وحد يديني صندوق. يلا شكرا يا عكاشة. طلع يا سيدوني. يلا يا جماعة. واه واه، مين اللي معاك الصندوق؟ أم حنان. أم حنان يسعد قلبك يا أم حنان. أنت منين يا أم حنان؟ بلدك إيه يا أم حنان؟ أنت بتشوطها؟ لا بشكرها يا سيدوني. أمال أنت بتشوطها؟ ابعد يا سيدوني ابعد. واه وين؟ وين؟ راحت عليك يا عزوز، خسرت خسرت الدولة يا عزوز. هيسفروه؟ سفروه فين؟ برا الدولة. دولة ايه؟ كونتري. خسر الدولة، الدولة يعني الراوند يا سيدوني. انت ناقص لخبطة في كلامك، ناقص لخبطة. اقعد يا سيدوني اقعد، عشان تتحداني كويس يا كحيان انت. داعمينك كلهم بطاطا. مبروك يا عم اكرس، اتفضل يا سيدي قول احكامك. اول حكم، هتجيب 5 بيضات وطبق دقيق كبير تخلطهم على بعض وتدهن بيهم جسمك ووشك. لا ما تقولش ما تقولش، ويقطع تفاح شرايح ويحطه تحت باطه وتدخله الفرن يطلع عزوز ابل باي. حلو يا سيدوني، وتفاحه تحت باطك. او ماي جاد، انا شاركت في التخلف ده. الحكم الثاني، تفتح عينيك ياكل ملبن. ملبن ايه؟ وتحط دواهم شامبو بالنعناع وتحطه دوا عينيك، وكل ما تحس بالالم تدي نفسك بالقلم. الم؟ اوتش. ايه يا ابني الساديه دي؟ الراجل ده استحاله يقبل بالكلام ده، راجل محترم. هزنوجه دلوقتي اخليه يحت. بعدين محترم مين؟ عزوز دي محترم؟ عزوز دي انا لو وجعت تحت يده ما يرحمنيش يا سيدوني. كفايه اهانه، كفايه اهانه. لازم اهانه يا سيدوني عشان الناس تتفاعل، بعدين عشان ابو الوفا يتبسط. انا موافق على الحكم الثاني، هحط شامبو واضرب نفسي بالقلم. تصدق انت راجل مهزأ؟ يا راجل يا مهزأ، تصدق تستاهل ضرب الجزمه؟ بعد يا سيدوني احسن يحكموا عليك. يحكموا عليا؟ ايوه دخلت ليه؟ يلا حط الشامبو، فتح عينيك، دخل الشامبو. قلم يلا قلم تاني. يلا يا كحيان تتحدى هدرس يا كحيان. ايوه دي بوابة جهنم. الدولة الدية كلها الأشواق، جهز نفسك للأحكام. ماشي اضحك اضحك يا عزوز حقك. انا ما زعلانش على فكره، بس ممكن انزل رجلي شويه. لا يا اخويا مش ممكن، لسه ما الجوله تخلص، بقيلك دقيقه يا حبيبي. ده عزوز طلع سادي موت، انا كنت فاكره كيوت. قلت لك ده مش سهل يا سيدوني، بس شفت كان عاوز يحكم عليا، قال اني اديب صباح رود واكتب عزوز على خدي. يا سلام على الكرامه، يا سلام. اه طبعا مش خسران، تبلع وانت ساكت. ما انا ساكت اه، بس تصدق انا اللي جليت من نفسي لما لعبت مع واحد زيك. انا المفروض العب مع ملوك، مع دين سقاري، احفاد هراقل، لكن العب مع كحيان زيك. ماشي مش هعتكك الدوله الدايه. ايه ده؟ ان انت بيقطع ولا ايه؟ ايه ده؟